مانشستر سيتي وصل هيمنته على ألقاب أوروبا جماعيا بعد ما توج بدور الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وفرديا عن طريق بيب جوارديولا وإيرلينغ هالاند. أهلا بكم في حلقة جديدة من سكور. علي هام مشكور على دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، أصدر الستار رسميا على جوائز الاتحاد الأوروبي وتم اختيار المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي كأفضل لاعب في أوروبا بعد منافسة مع الأسطورة ليونيل ميسي. أما على صعيد المدربين فلا صوت يعلو على صوت الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي اللي توج بجميع الألقاب الأوروبية الموسم الماضي في بطولات الأندية. أما جائزة أفضل لاعب في أوروبا كانت من نصيب لاعب برشلونة إيتانا بونامانتي المتوج مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم في الفترة القليلة الماضية. أما جائزة أفضل مدربة على مستوى الاتحاد الأوروبي تسلمتها الإنجليزية سارينا ويغمان، وتحصل النجم الألماني ميروسلاف كلوزا على جائزة رئاسة الاتحاد الأوروبي الشرفية. قرعة دوري أبطال أوروبا سحبت وأنتجت مجموعة قوية سميت بمجموعة الموت، ضمت ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ونيوكاسل الإنجليزي اللي عاد من جديد لدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام حوالي 20 سنة. رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفيرين تم سؤاله من قبل وسائل الإعلام عن إمكانية انضمام الأندية السعودية للبطولات الأوروبية المتمثلة في دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليج والمؤتمر. تشيفيرين قال إن هذه الفرضية غير واردة جدا ومستبعدة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وصلنا لختام الحلقة هذه من سكور واللي استعرضنا فيها جديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من حيث الجوائز ونظام المسابقات الموسم القادم وجميع الفرضيات المطروحة من خلال مؤتمرها الصحفي الأخير. إلى اللقاء في حلقة جديدة من سكور.